راح يختن. المهم قال لك الجو وحد النيف في المانش في البحر. لا لا ما هوش تاعو هذاك، ما هوش تاعو، ما هوش تاعو، خاطر انا صعيت سقسيت الحمايه المدنيه قالوا لي لا، قال لي جاي صغير على وجهها، قال لك النيف تاعه يوزن 4 كيلو ورطل اللي لقاوه، قال لك فيه غير 2 كيلو. المهم نكمل الخوتي. المهم خاوتين نكمل لكم، قلت لكم ما راهم خارجين، ومن بعد جمعت الدول العميقه غادي دير لهم الكونتر خطه، نجمع لي غادي يساندو تبون، غادي دير لهم الكونتر خطه. وراكم شفتوا بالك تقولوا امير ما قالها لناش ولا ما خبرناش، راكم شفتوا كاع اللي كانوا يساندوا في القايد صالح. تبعوني مليح يا الزوايل تاع توفيق وتاع تبون، اللي تمشي تاع توفيق، توفيق راهم عارفين، راهم عارفين الريط تاع تبون. تبعوني كامل اللي ساندوا القايد صالح كانوا حاسبين روحهم راهم في بوزيسيون دو فورس في هذاك لو مومون. تبعوني مليح، كانوا حاسبين روحهم تاع تحيا عمي الطبون، تحيا القايد فايح، كانوا حاسبين روحهم راهم في بوزيسيون دو فورس في هذاك لو مومون. ولكن نهار اللي انقلبت الخبز على الطاجين ونهار اللي كملوا مع القايد صالح، مشي الشياطين كبار الجنرالات سحلوهم من الودنين وجروهم ودخلوهم للدكا. كبار جنرالات ماشي غير قلبوا اسبوع ولا، كبار جنرالات سحلوهم وجروهم الودن. بصح كيفاش داروا لهم؟ خدموهم تكتيك، خدموهم نورمال، يجيبه نورمال يحطه في عين النعجه، راه مريض يقعر عليه يستناه، وعندهم النفس يستناه كي يجي المستشفى عين النعجة يبغي يدير البرا، ولا يجي يقولهم فيه لا غريب، ولا يجي يقولهم فيه فرح واجعه باطه، ولا يجي تما يدير راديو ولا يدير حاجة حتى يصبح في عوضة ويصبح في كانتنا وراح. داروها مع صواب قائد الناحية العسكرية الثانية باش ما تقولوش امير ما خبرناش، داروها مع حسان عليمية قائد الناحية الرابعة وقائد الناحية الثانية وقائد الناحية السادسة والعديد، داروها مع مدير القضاء العسكري اللواء بوسيس. مدير القضاء العسكري قال لك القوه ميت في طوموبيلته، مدير قضاء يا رب، مدير قضاء عسكري يا جدك الحلوفه، داروها معاه في ان بان تيرف، تعطوك بلاصه رافدها ولا يقول تحيا طبون، تحيا طبون، تحيا طبون، يقول لك ماشي مشكل براحتك، تجي في المطار يقيس لك بلاك، يقيس لك بلاكا نورمال وما يعقلش عليك. ما هاني نقول لك بلي شوف الناس اللي كانوا حاسبين في وقت القايد صالح وحاميين به، من بعد كي طيب قايته ولا ما كان والو، جنرالات يا جنرالات، ماشي تخراي على روحك ماكش ما جايبينك جماعه تبهم 30 ل 40 اورو دي جينيرو يا جماعه، يريبوهم ديريكت وراهم قاعدين الان يدوا في الكف الي روتور، يدوا في الكف الي روتور. نزيدكم من الشعري بيت، كاين الناس راهم بالشريطيت نشوف الحبس تاع بليده في البلوك دي. انا راني نطفي الاخر تسريبات هاد الايام، مي غادي ايامات ونقلع باسكو راني جبت لكم الفانوس الجديد وشوفوا كي داير، وجبته ينحل ماهوش كيما الاخر، هذا ينحل باش ما عندهاش وين يهرب لي، باش منا نجبد له والدي نحلو بغيت كان يقبل لك نقعد نطيح فيه. تصدق جبتها لكم ها في الشباب الدنيا وكذا باش هاكا نمرر لكم الحياه. مرسي خويا مرسي، اللي عنده شي حاجه يبغي يدعم خاوتي رانا في الطوب، انا نلعبوا على الطوب ماشي بروبلام. اما لا باش تكونوا في الصوره من بعد كي نعاود نقلع لكم ما تقعدوش تهايطوا ولا تتنادبوا. الان اللي كاين امور وحده اخرى مانيش باغي نتكلم عليها الان، خليها بوقتها ليسونسيال، نعاودو نرجعو للميضوع. فهذا دوك جماعة جناح تبون يحوسوا يخرجوا شويه يساندوهم باش يبين تبون والجماعه تاع تبون باللي راه مدعوم من طرف في امين الشعب زعما سواديزون، من اجل يفك على روحو الحصار اللي فرضها عليه توفيق وجماعه الدوله العميقه، وماهوش قادر يخرج من الرئاسه. راه يجيبوه 87 مليون طوموبيل بلاندي عسلته من 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 المراديه، كورتاج ما يكملش، كي تكون الطوموبيل الاولى في بن عفلون تالي راهي في المراديه، كورتاج مفوتينه ديريكت، والطوموبيل اونتيبال والدنيا واليوكوس والقناصين، وتكون تهدر داخل في قيره
هو راه مشور لداره من المراديه، مشور لداره وديفو يزرطي ما يروحش، يعطيه في الدار ويعيط لهم غير بالتليفون هاشتا كاين ما كاينش، خايف يخرج، خايف يخرج. هو من حقه يخاف على روحه اخوتي، هو راه توفيق مقتهرين هذوك ثاني، هو من حقه يخاف على روحه من توفيق، هما راه هذوك المجرمين مقتهرين وهو عصابه وتلاقاو وتلاقاو وراه قاعد دروك راه قاعد مسنن، تعرفوا المسنن راه مسنن راه غير كيخرجوه لك يخرجوه لك هكا زعما تاع الاخر ويشور يهرب يهرب من الاخر قريب يحفروا له تينال من المراديه بالعكن والدار قريب يحفروا له تينال. اه كاين بزاف خاوتنا اليوم في التيك توك، كاين بزاف لي سوجي هضرت عليهم ربما ما سمعوهمش كنت هضرت عليهم اون في السير في اليوتيوب ولا في فيسبوك، ولا اصحاب الفيسبوك راهم عارفينهم طري طري بيان، كاين اصحابنا في خاوتنا في اليوتيوب صغار اللي ما عرفوش شكاين شما كاش. ما انا دائما دائما كنذكر نبغي نجدد لي معانا في الاخر الجناس اللي بغا كيبغوا يسمعوا الفضايح وكذا، ماشي مشكله انا ما عندي حتى بروبلام كاع العالم يسمع الفضايح تاع هاد العصابه، ما عندي حتى بروبلام، ما عندنا حتى حاجه تعقدنا، ما عندناش كاع هذيك تاع خلي زيتنا في بيتنا وزيتنا في دقيقنا، هذيك خليها عند خويا العصابه كي راهي تنهب في اموال الشعب الجزائري تنهب فيه قدام العالم، ما يش دير فيه زيتهم في دقيقهم، راهي تنهب وتربك في البلاد قدام لو موندونتي، راهي تمد في لي مليار من دراهم الشعب الجزائري لي مليار دولار قدام لو موندونتي، ماش ديرها في زيتها في دقيقها، اما حتىني نفضحوهم ما كاش زيتنا في دقيقنا في الفضائح تاع العصابه، نعرفوا نفرقوا ما بين اسرار البلاد واسرار العصابه، العصابه تنضح اسرارها، اما اسرار البلاد فهذه تبقى تاع بلاد وتبقى امور تاع الامن القومي تاع بلادنا، فكل حاجه في بلاصتها. ليسونسيال كي تكلمت على بن عكنون، كي تكلمت على بن عكنون هذا الاخر الحبوبه هضره كي تكلمت على بن عكنون، بن عكنون واش هي علاه ما يمكن نتكلم ونقول اقامه تاع تبون في بن عكنون، مع انه كانوا واعدينه باش يروح للاقامه الرئاسيه الاصليه اللي جايه في زيرالدا وراه خايف، راه خايف توفيق وجماعه ما بغاوش، قالها لا ما تروحش، قالها قعد في بن عكنون. بن عكنون واش هي؟ بن عكنون هذا قصر في بن عكنون، جاي فيلا كبيره فيها بيسين، فيها زوج فيلات داخلين في بعضها، مرسي سطيف، زوج فيلات داخلين في بعضها، وهي فيها البيسين فيها الدنيا، بعد نحط لكم قاع تصاور حصريين بعد ان شاء الله بيفرج علينا وحط لكم قاع صور حصريين داخل تشوفوا. المهم هذه بن عكنون افون واش كانت؟ من قبل، من قبل هذه تاع بن عكنون كانت حاكمتها جماعه تاع لابوليس تاع لي تونسي جمعت لي يرجي والدنيا، فكانوا دايرين لها قبه، قبه راك ما عارفين القبه واش هي. من بعد جات موراهم جاو جمعت الدي ار اس، داو جمعت الدي ار اس تاع مقابرات قبل ما تولي دي جي اس اي ودي اس اس، وهذه كانت الدي ار اس الاولى طائرات الاستعلام والامن، جات دات هذيك الفير. ومن بعد الفايده نلحق بكم الاخر محطه داها سعيد بوتفليقه بعد ما فكك جهاز الدي ار اس ودخلها دار داه دي اس اس ودخلها تابعه لرئاسه الجمهوريه وقبل كانت تابعه لوزاره الدفاع، جاب حله حل ذاك الجهاز ومن بعد حزاحكم من هذيك الدار وقعد هو ساكن في هذيك الدار، مشي ساكن فيها كساكن لان داره اللي ساكن فيها سعيد بوتفليقه كانت جايه في موريتي، وهذيك الدار كان دايرها تاع دار تاع اللي قلنا. المهم كان يظل جايب صعبه الجامعه والدنيا والدنيا تما والاخر، وكل يوم عاطينها تما المارت صياح تما هو وجماعته والرباعه اللي كانوا تما مع بعضهم. فهذيك في ديك الدار اللي ساكن فيها تبون دروك الان كانوا الشطيح والرديح والقرعه والبريم والخيط والغبره والدنيا دايره حاله، دايره حاله والرقصات والدنيا. الان راه ساكن فيها تبون، الان تبون ساكن في دار دار، تبون ساكن في دار دار، ما يحكوها لكمش الصحف الصحف والصحفيين وهالصورة ما يحكوا لكمش هاد الاضرار. ف من بعد عطاو هاد تبون قال انت يا بروحك وجه الدعاره روح اسكن فيها، تاع بروحك انت بروحك تاع دعاره روح اسكن فيها، سكنوا فيها لان بوتفليقه في ذاك الوقت كان بريزيدان كي حط القايد صالح بوتفليقه، فمنعه منعوه مشي منعه منعوه كاع باش يدخل، هو بريزيدان منعوه باش يدخل الاقامه الرئيسيه تاع زيرالدا اللي هي اقامه رئاسيه الى يومنا هذا، وهي اقامه اصلا بناها بوتفليقه للرئاسه،
إقامتها على الرئاسة ومات فيها وتم رأس. قل لك النظام تبدل، بوتين حاوزها انحراك وطيرها انحراك وقعد مات فيها ذيك الدار وقندل فيها ذيك الدار وبطب الرئيس ويروح يطلع ليه، يروح يشوفها يدي لها التفاح والياورت ويدي لها الياورت معه ويروح يطلع ليه، يروح ساعة ساعة يطلع على 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 الطبيبين في يطلع على بوتعويقة في ذيك الدار. الواحد انت وفهم هذاك القصر معمر جونب مجونب من كل جهة وطريق ليه ساكن فيه تبون أم جونب. أنا يقول لك ترفض حجرات قاعد تحضر بريزرفاتي في ذيك الدار الفايدة حتى أبو طبون على باله. اليومين هذا ما خلوهش يروح يسكن في الإقامة الرئاسية تاع الزيرالدا، مع أنهم كانوا قبل وقت كانوا وعدوه باش يروح تما مور هذيك تاع اللي كانوا دايرينها تاع القمة العربية والدنيا وكذا باش يبريبارو له باش يروح تما، ومن بعد لأسباب قال لهم قالوا له ما فيهاش. فبالتالي الآن حتى الجناح تاعه خايف لو كان يروح تما. المهم بلا ما ندخل في واحد ديتاي باش ما ربما باش ما يتوصلوش الى من دي فوا تقول معلومات ولا فيحوسوا يتوصلوا الى مصدر المعلومه ولا. المهم هذه فيما يخص الاقامه تاع تبون والرساكن باش يعرفوها خاوتنا. علاش نقولوا بن عكنون؟ لان في بن عكنون توجد اقامه بوطبون، توجد مقر المخابرات تاع السي بي يو تاع سونتر سون دوبيراسيون تاع اللي يعيطوا لها مركز عبلة مركز المخابرات، وتوجد ثكنة اخرى تاع لا دي جي اس بي بي. لا دي جي اس بي بي هي تاع الدفاع تاع زعما تاع الامن الرئاسي باش هكا نقولها لك. كازيرنا هي فيها اشخاص يتبدلوا كل خطره، يكون فريق مارسي اوبيرا خويا، يكون دائما فريق يعس على يعس على بطبون هذوك اللي رايحين معاه وجايين. هي ماشي كاين ايكيب وحده نو، كاين كازيرنا سبيسيال هذا الشيء، وكاين فرقه وحده اخرى يسموها تاع كازيرنا وحده اخرى يسموها الاس بي اس. هذا الاس بي اس هي جماعه اللي يتمشوا مع المسؤولين الكبار في الدوله، لي غارد كور تاع الوزاره تاع حتى حملاوي. حتى حملاوي ولا عندها الاس بي اس الرب الكريم حملاوي ابتسام حملاوي اللي كاع العام وكانت هنا في باري حالتها وحال كانت دخلتها لي باس هنا في باري الدنيا ولا عندها الاس بي اس. هذه هي الجزائر الجديده. انا شخصيا كنت نتعيط، انا شخصيا في ذاك الوقت بغاو يديروا لي بياج بها، بغاو يبيجوني بهذه تاع تاع الهلال الاحمر هذه اللي هم دايرين احمر بصح كانت هنا زعما داوي الجلوبا وفي باريس زعما داوي الجلوبا مدخله راسها مع الافلان ومدخله مع ولد عباس ومع هذاك بوراس تاع تعلي اللي كان النائب عن الجاليه والدنيا. كانت عيطت تقول لي روح عندي ابري مينوي، كي تقول لي روح عندي ابري مينوي مرحبا بك، وكان عندها واحد كان عندها واحد الاستديو هنايا كانت تقول لهم هذيك تخطفها من تخطفها من البراك هذه دير باش نقولها لكم ديريكت خاوتي. لا يا لا حشمه، لا يا لا حشمه، غادي نقولها لكم ديريكت هذيك تخطفها من البراك ديريكت. هذيك هنا كانت خفه ما بالك وطرق الداخل ذمة والدن ايه 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 ها العصابه كي بدات تشكل في روحها. العصابه واش لازم لها؟ لازم لها العفر اللي كيما هذه حملاوي، ولازم لها القواويد اللي كيما اللي راهم حاكمين. شكون هذه؟ هذه اللي هي حاكم الهلال الاحمر اللي قاعده تبرح في الدرهم على جورج طروان. هذيك تخطفها من البراكه ديريكت هنا في باري. هذيك شوف اركبها بخنزيره، اركبها بوراس تحنات على الافانه، اركبها قاع ركبوها، دا طالع دا نازل قاع. وانا كاين دي فوا معلومات اللي نخرجها وكاين معلومات اللي ما كنتش نخرجها وما نتكلمش عليها، خاصه انت اصفيق الليك بالنسبه ليها في الوقت هذاك، لان في الوقت هذاك كانت تتمحلس على الافان وتنافيغي منهم. بصح بما انها الان راهي في مركز وفي منصب تاع رئيسه الهلال الاحمر الجزائري، فنتكلم لها على كلش، نتكلم لها على كلش وبما فيها المارطو. هذيك تموت على الزفيط وزفيطي، هذيك تسكنها انت في كلوب دي با ولا ولا بزعمه بكلامها هما يستحقوا هذه الكاليتي، لان هذيك قابضين عليها لي فيديو مين كانوا خدامه ديالها هنايا شادين عليها حاكمين عليها دي فيديو. راسك يعوج تولي تشوف في ميا خليفه بتفاميليا قدامها. لو كان تشوف ميا خليفه
قدامها تريد بالك مية خليفة، بالك عندها احتمال تقول الجنة قدامها هذيك، قدامها غادي ما تأمنش عقلك. هذه كيما التينا تاع الميترو كيما قال لك. المهم هذو هما الكاليتي اللي يخدم بهم السيستم، سي كاليتي اللي يخدم بها السيستم هذه هي، لانها تكون في يده وما تبوجيلاش وما تخرجلاش وما تخرجش الاسرار تاع العصابه من بعد. وهذوك الامور يبقاو هذوك الامور يبقاو في الارشيف عند عبلة، هذوك الامور يبقاو في الارشيف عند عبلة. راك تهضر في عرض الناس، هذا ماهوش عرض، هذا ماهوش عرض خويا، هذا ليس عرض. وحده كانت في العهر ودخلت حطوها رئيسه الهلال الاحمر، نقول لك باللي كانت في العهر وتدي في المرطو وراه يضروك في الله في الاخر. هذه ما فيها لا عرض ولا طول، ما تجي تقول لي لا عرض الناس لا طول الناس، ما دي ما هذه امور اللي لازم يعرفها المواطن الجزائري. شكون اللي حل بك نهار الاول باللي 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 الوالي تاع وهر نطايح له في بنتها والتبون؟ ها من حيث هضرتكم عليه، خينا اللي خبرتكم واش صار لي تما، من حيث تكلمت عليه ولا الكاميرات كاع ما يوخروش على التلفزيون كاع ما يوخروش على والي وهر، انا مقرب يردوكم لامام الصالحين، ها مقرب يردوكم الصحابه، باسكو حتى القنوات ما كانش على بالهم وامير فطنهم باللي راهي العفسه راهي ذمه، وهما من غبائهم راحوا زادوا كونفيرماوها ديريكت، راحوا كونفيرماوها. وهذاك الوليد هو انا ما نبير بارول فيها امبوز دوك يلقوا فيها مات من ايام بتزكيه تاع بنته مؤخره تاع بنته. المهم نرجعوا قال لك هضر راك حر بيان سور، هضر راني حر خويا زياني.